السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام، أهلا بكم إلى المحاضرة الرابعة. في هذه المحاضرة سوف نقوم بالتعرف على الاستعلامات بشكل عام، أما في هذا الفيديو فسوف نقوم بالتعرف على استعلام التحديد. بداية لدينا هذين الجدولين، جدول الطلاب وفيه رقم الطالب، اسم الطالب وأعمار الطلاب، بالإضافة إلى جدول العلامات وبه رقم التعريف ورقم الطالب وعلامات مادة الرياضيات وعلامات مادة اللغة الإنجليزية وعلامات مادة اللغة العربية. الآن ومن خلال هذين الجدولين سوف أقوم بعمل الاستعلامات. لإنشاء استعلام نذهب إلى تبويب إنشاء، ومن ثم نرى هذا التبويب. هنا لدينا استعلامات يتواجد فيه معالج الاستعلامات وتصميم الاستعلام. معالج الاستعلامات هو عبارة عن نموذج آلي يقوم بسؤالك ما هو الجداول أو ما هي الجداول التي تريد عمل استعلام منها وما هو نوع الاستعلامات وهكذا، أي أنه عبارة عن معالج للاستعلامات يساعدك على إنشاء استعلام بسيط أو استعلامات أخرى. الذي سوف أقوم بعمله وهو الأفضل هو الذهاب لتصميم الاستعلام. لاحظوا عند تصميم الاستعلام تظهر لي هذه النافذة، تقول لي ما هو الجدول الذي تريد إظهاره وبالتالي الاستعلام عن بيانات بداخله. أنا الآن أريد جدول واحد، بالطبع تستطيع تحديد أكثر من جدول في حال وجود علاقات فيما بينهما. الآن أنا سوف أقوم بعمل استعلام بسيط لتحديد البيانات من جدول الطلاب. لاحظوا معي ظهرت عندي هذه النافذة، هذه النافذة العامة للاستعلام، نخفي هذه، هذه النافذة العامة للاستعلام، وهذا الشريط الخاص الذي يظهر عند تصميم الاستعلامات. لاحظوا معي، لدي رقم الطالب واسم الطالب والعمر. إذا نظرنا للجدول، عندي رقم للطالب واسم الطالب والعمر. مثلا أنا أريد جلب الأعمار التي هي 6 مثلا، لدينا رقم الطالب واسم الطالب والعمر. مثلا أنا أريد من خلال جدول الطلاب استعراض رقم الطالب والعمر. مثلا أنا أقوم بتعريف الطلاب من خلال أرقامهم، إذا أنا أريد رقم الطالب أنقر عليه مرتين والعمر، ممكن أن أنقر مرتين وممكن أن أحدده ومن ثم أقوم بالسحب بهذه الطريقة. تمام، أحفظ الاستعلام مبدئيا. لاحظوا يظهر لي حفظ الاستعلام باسم، أقول له استعلام عن أرقام الطلاب وأعماري. لاحظوا معي قمت بإنشاء هذين الحقلين على أنهما البيانات التي سوف تظهر لي في الاستعلام. الآن عند أو لاستعراض البيانات التي تظهر من هذا الاستعلام أستطيع النقر على تشغيل أو أستطيع النقر على عرض، تشغيل أو عرض، ذات الأمر بالنسبة لاستعلام تحديد هذا الأمر. أقوم بعمل استعراض من هنا. لاحظوا معي الطالب رقم 1 هو عمره 6 سنوات، الطالب رقم 2 عمره 6 سنوات، الطالب رقم 3 عمره 7 سنوات وهكذا. الآن هذا استعلام، أقوم بعمل استعلام آخر، إنشاء تصميم الاستعلام، أريد أن أستعلم عن الطلاب بحالة معينة. مثلا أنا أريد أن أدخل اسم الطالب فيظهر العمر الخاص به، وهنا لاحظوا أضفنا اسم الطالب وأضفنا العمر. الآن إن عرضنا الاستعلام سوف يعرض لي عمودي اسم الطالب والعمر، تمام؟ أنا لا أريد هذا، أنا أريد كتابة اسم الطالب ويظهر لي العمر. ولكن قبل الانتقال إلى هذه المرحلة دعونا نتعرف على المعايير. المعايير في هذا السطر تكتب مثلا المعيار الذي سوف يأتي بالبيانات بناء عليه، أي ما هو المعيار أو ما هو الشرط الذي سوف تأتي بالبيانات بناء عليه. مثلا أنا في عمود اسم الطالب أحتاج لأن يكون اسم الطالب محمد. لاحظوا عندما أكتب محمد يظهر بين علامتي تنصيص، إذا القاعدة تقول أن تكتب علامة التنصيص محمد وتغلق علامة التنصيص.
لاحظوا الآن عند تشغيل الاستعلام يظهر لي اسم الطالب محمد وجاء العمر الخاص به. جاء العمر الخاص به. حسنا، ماذا لو أردت أن يكون العمر 6، أن يأتي لي بكل من هم أعمارهم 6 سنوات؟ أقوم بتشغيل، لاحظوا جاء لي الطلاب الذين أعمارهم 6 سنوات، محمد وعلاء. مثلا أريد 8، لاحظوا يأتي لي الطلاب الذين أعمارهم 8 سنوات. حسنا، ماذا لو أردت 6 و8؟ لاحظوا مثلا أريد 6 أو 8، 6 أو 8، لاحظوا عند التشغيل 6 و8، جاء ب6 و8، إذن يرى كل ما هو 6 أو 8 ويأتي به. أوكي؟ الآن أريد مثلا 7، أريد 8 و6 و7، لاحظوا بذات الطريقة 6 7 8. حسنا، إذا هذه حالة من الحالات، وطبعا الحالات كثيرة جدا، فقط يتوجب علينا الدلالة عليها، وأترك المجال لكم لتكوين الاستعلامات الخاصة بكم. الآن ماذا لو أردت، لاحظوا الآن بعدما أزلت كل المعايير عند التشغيل، لاحظوا يعطيني كل الطلاب. ماذا لو أردت أن أتيح للمستخدم كتابة القيمة التي يريدها؟ كتابة القيمة التي يريدها، مثلا أريده أن يظهر له رسالة أن مثلا اكتب العمر أو اكتب اسم الطالب وهكذا. لاحظوا معي هنا أضع هاتين العلامتين القوسين المغلقين، أكتب مثلا أي رسالة أريدها، اكتب العمر. تمام، كتبتها أين؟ كتبتها في عمود العمر، وبالتالي لاحظوا عند التشغيل يقول لك اكتب العمر، تكتب مثلا 6 يعطيك كل الطلاب الذين أعمارهم 6، مثلا تكتب 8 يعطيك كل الطلاب الذين هم أعمارهم 8، وهكذا.